لا ما بلشنا فيها. طيب وقفنا عند انه الديسليبيديميا في عندنا برايمري، بس دقيقة بلش التسجيل. اوكي الديسليبيديميا في عندنا برايمري، والبرايمري هو جينيتيك فاميليال ديس اوردر، هذا نسبته في الدنيا قليلين الناس اللي عندهم هذا الجينيتيك بروبلم. اغلب الناس اللي عندهم دهنيات او اللي عندهم ديسليبيديميا اللي بنشوفهم بحياتنا اليوميه هذول سكندري ديسليبيديميا، جاي من لايف ستايل، من دايت، من دراجز، من ديزيز. هلا حنشوف امثله على هاي الاشياء. تمام، عكس على فكره عكس الهايبرتنشن، الهايبرتنشن اغلب الكيسات كانت برايمري او ايديوباثيك بس مش جينيتيك، ما سميناها فاميليال، والكيسات السكندري هي قليلة. طيب نيجي للسكندري كوزز، ايش في عندنا اسباب ممكن تخرب اللي بده بروفايل تعملنا ديسليبيديميا؟ طبعا انا ما بدي اياكم تحفظوا ايش اللي بياثر على ال دي ال او تراي جليسرايد، وبعدين هون التوتال كوليسترول، يمديش اشي سبيسيفيك تحفظوه، بس احفظوا انه هذا الدواء بيعمل اب نورماليتي اللي بده بروفايل بكفي او هذا الديزيز. نبلش بالدايت، الدايت ساتشوريتد فات، وين موجود الساتشوريتد فات؟ موجود بالسمنة، بالزبدة، بالزيت، بالدهن الرسمي الموجود في اللحمة، هذا اللون الأبيض هذا كله ساتشوريتد فات، لية وملية وهالقصص هاي كلها ساتشوريتد فات. تمام، الأوبيسيتي برضو بتأثر على، هو حاطها مع الدايت بس يعني الأوبيسيتي هي بتعمل أبنورماليتي بالليبيد بروفايل، فهي من الريسك فاكتورز. برضو الهاي كربوهيدرات دايت، يعني عشان هيك انتوا ليش الفقراء ناصحين اذا ما هو اذا كل الساتوريتد فات موجود بالسمنه وباللحمه وبالدهن، وهي الفقراء كل هذا ما بياكلوه، الفقراء بيعتمدوا على الخبز والرز، وهذا برضو بنصح الخبز والرز بنصح لانه الجلوكوز بتتحول لترايجلسرايد، لترايجلسرايد بتتخزن بالليبيدز وبتتخزن وبتتحول لكوليسترول، فيعني برضو هاي كارب دايت يعتبر ريسك. الكحول هو يعتبر من الريسك او بيزيد الريسك لا او كوز اوف ديسليبيديميا. من الدراجز دايوريتك، من اللي ثيزار دايوريتك، سايكلوسبورين هذا من الكيموثيرابي، سايرولمس من الكيموثيرابي، برضو كورتيزون بيأثر على البيدي بروفايل، الأورال استروجين، الاستروجين بيأثر، وبرضه هون بس أقرأ بلاقي بروجستين، يعني سواء كان الكونترسبت فيه استروجين أو فيه بروجستين تلين بيأثر على البيدي بروفايل. يعني احفظوا الأشياء الكومون. بيتا بلوكرز بتتذكروا كنا من السايد افكتس تبعت البيتا بلوكرز إنها بتأثر على البيدي بروفايل. هاي الدراجز، إذا في دراج تاني معروف سايكلوسبورين، الكحول مرة صنفها دايت ومرة صنفها درج، مش مشكلة. انتي فانجلز اللي اخرهم ازول، فلوت كونازول، اتراكونازول، هاي القصص برضو كلها بتزيد. انابوليك ستيرويدز هدول طبعا البادي بيلدينج، بس ياخد الانابوليك ستيرويدز بزيد اللي بدي بروفايل عنده. طيب هاي بالنسبة لأمثلة متنوعة من الدرجز. نيجي للديزيزز، نيفروتيك سيندروم هاي يعني مش كومون ديزيز بس معروف ديزيز، بيجي عندنا رينال فيلير، بيجي عندنا بروتين يوريا، يعني فبيلياري اوبستراكشن، نيفروتيك سيندروم، سي كي دي، رينال فيلير، كرونيك ديزيز، هاي كلها من الديزيزز اللي ممكن تعمل لي ليبيد بروفايل ابنورماليتيز او ديسليبيديميا. هايبو ثايرويديزم، ها هايبو تذكروا قلت لكم انا الهاي وين بروح؟ بعمل براديكارديا، بعمل سلوينج بالميتابوليزم، بزيد الوزن، وبرضه هاي بياثر على البيدي بروفايل الهايبو. هاي الاوبيسيتي، دايابيتس برضه من الديزيز اللي بتاثر على البيدي بروفايل، خصوصا اذا كانت بورلي كنترول يعني مش كنترول. بريجنانسي، في يعني في ميلز لما تصير بريجنت البيدي بروفايل تبعها بخرب، تصير abnormality أو عندها dyslipidemia، بعد الديليفري بتتحسن ترجع لطبيعتها.
فممكن تكون بريجنسي أحد أسباب أنه يصير عندنا ديسلبيديميا. فهذا السلايد، هدول تو سلايدز، هي شوفي عندي different causes للديسلبيديميا، وهذا هو الكومن، إنه يكون عندنا secondary ديسلبيديميا، البرايمري مش كومن. واضح لهلا السلايد يا جماعة؟ في أي سؤال؟ طيب، هل بتتوقعوا الديسلبيديميا symptomatic disease؟ ايه له symptoms؟ واضحة و specific انه اذا شفت على البيشنت بقول هذا عنده ديسلبيديميا. شو رأيكم؟ لا ما له. عايش بتحكي ملوش؟ مين بحكي له؟ أنا بحكي على كثير ما إله سيمبتوم، بس على اللونج تيرم ممكن يسوي لي زي سكندري ديزيز أو شغلات ثانية زي هيك. سكندري ديزيز مش سيمبتومز، أنا عم بسأل هلا سيمبتومز، ساينز أند سيمبتومز. طيب يعني أنتم متفقين إنه هو إيه سيمبتوماتيك ديزيز؟ ما في إشي سبيسيفيك إذا شفته على وجه المريض أو على جسمه أو لاب داتا، أو لاب داتا فيه يعني ساينز أند سيمبتومز، ما في إشي سبيسيفيك يحكي لي عندي ديسلبيديميا. تمام، حتى السيمتومز اذا بتظهر نون سبيسيفيك، لما نقول تشست بين، بلس بيزيد، سويتنج، انكزايتي، يا سلام، هو في الف الف شغله بتعمل لي انكزايتي، الف شغله بتعمل لي سويتنج، شورتنس اوف بريث، لوس اوف كونشسنس، هاي كلها نون سبيسيفيك. هم وجدوا مثلا عنده ديسلبيديميا، بيكون عنده بالبيتيشن، بيكون عنده سويتنج، بيكون عنده ابدومينال بين، سادن ديث. طبعا نص الناس بتموت فجأة من غير سبب، فهاي كلها نان سبيسيفيك. حتى الساينز نان سبيسيفيك برضو، هاي بدنا نضيفها نان سبيسيفيك. في تو ساينز ممكن شوية تكون سبيسيفيك شوي، هلا حنحكي عنهم. هاي ابدومينال بين، رجعنا هون وهون نان سبيسيفيك. بنكرياتايتس، إذا أجا بريدي على المستشفى بيعاني من بنكرياتايتس، احتمال إذا لقيت فتشت بلاقي ديسلبيديميا cause of pancreatitis. تمام، eruptive xanthomas يعني هذا الشكل، وهذا على الأغلب بيجي مع التايب الأول اللي هو البرايمري، مع هذا البرايمري. تذكروا أنا قلت لكم هذا البرايمري أرقام الليبيدز عنده كتير عالية، فوق 500، فلما تكون كتير عالية الليبيدز حتى لو ناخد منهم عينة دم، على فكرة هدول البرايمري بيكون دمهم لونه أصفر مش أحمر، تخيلوا. يعني فيش داعي انت تفحص قديش عنده ليبيدز، الليبيد انا شايفه بعيني من كتر ما هو كتير. فبقول من كتر ما الليبيدز عندهم كتير بصير ايش؟ يترسب على السوفت تيشو او السوفت سكين، هيك بواطن الايد من تحت، الرجل من عند القدم من تحت من ورا، على الرقبة. هاي مش اكني، هذا مو اكني، هذا مو التهاب اكني، هذا كتل دهنية ترسبت من كتر ما هو زايد الدهن في الجسم، بترسب على السكن. هاي مثلا كتير مميزة بس بتايب 1، يعني لما يكون الليبد كميته كتير مهولة بصير يترسب على السكن. يعني انا بتوقع بالسكندري مش كتير انا حلاقي برضو هذا الساين. تمام، نيوروباثي، بريفرال نيوروباثي برضو هذا لان سبيسيفيك. شو في عنا ديزيزز غير الديسبيديميا ممكن يجي عنا نيوروباثي؟ شو مرق معكم ديزيزز؟ تيبيد. بالضبط، ده بيتس بتعمل لنا بريفرال نيوروباثي، صح؟ غيره نقص ايش بيعمل البريفرال نيوروباثي كمان؟ نقص اي فيتامين يا جماعة؟ ايش هذا؟ اي ثقافة عامة؟ B12. بالضبط، B12 ديفيشنسي بتعمل للنيوروباثي. ففي اكثر من شغلة بتعمل للنيوروباثي، فمشان هيك احنا بنعتبره نون سبيسيفيك. ممكن يجي عندنا بلد بريشر عالي، وزنهم زايد، بس ممكن برضو يكون ناس وزنهم قليل، يعني لين بنسميهم او بنسميهم عادل مش اوبيز، ويكون عندهم ديسلبيديميا. ممكن ناس بتميزوا بمحيط الخصر كبير، يعني عندنا بنسميه سنترال اوبيسيتي، عنده كرش، يعني باختصار عنده كرش او عندها كرش، هذا برضو ممكن يكون عندهم ديسلبيديميا. بس كل هاي نان سبيسيفيك، اذا بالاحمر هم السبيسيفيك. اه يا جماعه، الربتيف زانثوما هذا الشكل،
ويجي لي بنكرياتايتس، احتمال كبير يكون عنده جاي من الدسلبيديميا، عمل لي بنكرياتايتس. برضو هاي الاشي بيشبه الهايبرتنشن. هايبرتنشن هو اي سيمتوماتيك ديزيز صح، وقلنا ما بنعتمد على سيمتومز لانه سايلنت. فشو بنروح؟ لازم نقيس بلد بريشر. هون نفس الشيء، لازم اقيس الفاستنج ليبيد بروفايل عشان اعمل دايجنوسيس. اذا الساينز اند سيمتومز ما بتساعدني بالتشخيص، شو اللي بشخص؟ هو اروح على اللاب اعمل فاستنج ليبيد بروفايل واقيس والاقي فيه ابنورمالتي، ارتفاع بالتوتال كوليسترول او ال دي ال او الترايجليسرايد، ونقصان بال اتش دي ال، واحده منهم او اكثر من واحده. بس السيمتومز ما بتساعد بالتشخيص. ونفس الشيء البلد بريشر اليفيشن اللي هو هايبرتنشن، ما كان في سيمتومز فاضطرينا انه نعتمد على الريدنجز اوف بلد بريشر للتشخيص. وفي نقطة تانية جوهرية برضو بشبه الهايبرتنشن، هناك قلنا ما بنعتمد على قراءة واحدة، لازم 2 to 3 different separate sessions. وهون نفس الشيء، لازم يكون عندي على الأقل 2 readings بينهم أسبوع لثمان أسابيع، برضو 2 separate readings بينهم على الأقل أسبوع لثمان أسابيع. أوكي، طب نيجي هلا نشوف شو هو اللي بدي بروفايل. أول شيء ليش فاستنج؟ ليش فاستنج اللي بدي بروفايل؟ الله يعافيك. دكتورة عندي سؤال. لما حكيت عن التشخيص إنه واحد منهم أو أكثر، يعني مثل التراجليسرايد لو كان هو والباقي كان نورمال هون يعتبره ديسليبيديميا. بس لازم أتأكد هلا التراجليسرايد بالذات، لازم أتأكد إنه المريض فاستنج. ما هو لسه هذا بنسأل، ليش هو لازم يكون فاستنج؟ لأنه إذا ما أكل مثلا، افرض واحد مفطر سندويشة، سندويشة تحولت لجلوكوز، الجلوكوز تحولت تراجليسرايد بيعلى. فإذا رايح المريض مش فاستنج بلاقي الترايجلسرايد عالي. يعني إذا أنت شفتي بس الترايجلسرايد عالي بدك تشكي، تسألي كم سؤال قبل لا تتأكد إنه هو عن جد ديسليبيديميا. أول إشي بده يكون فاستنج. ولو كمان لما نحكي فاستنج بده يكون فاستنج بس 8 ساعات، مش فاستنج يومين، خطأ برضه. يعني بنقول له إحنا للمريض، عمو أنت على 12 بالليل بتوقف أكل، 8 الصبح موعدك للمستشفى لللاب للمختبر. انه يبلش فاستنج من قبل بيوم على 6 المساء غلط، يعني ماكسيمم على 10 المساء مش اكثر من هيك. يعني اكثر من 8 9 10 ساعات فاستنج بيطلع قراءات خاطئه. وبرضه انه يجي ماكل غلط. فلما نحكي فاستنج نحكي يعني اوبتيمم 8 اورز، ها او فاستنج نقول 8 اورز، هاي الاوبتيمم، هاي احسن شيء. ليه؟ لانه الاكل بتحول لجلوكوز في الجسم، من الجلوكوز بتحول لترايجليسرايد، فممكن الترايجليسرايد طالع من الجلوكوز العالي مش لانه عندي ديسليبيديميا. في سبب تاني لازم اسال عنه، شو رايكم اذا اجاني بس ترايجليسرايد عالي، ايش احتمال يكون المريض ايش عنده غير الديسليبيديميا؟ لنفس السبب اللي انا حكيته هسه، غير انه مفطر مثلا. دكتورة ممكن في دراجز بتزيد نسبة الليبيد؟ أنا بسأل عن ترايجلسرايد بالذات. أوكي بنشيك إذا ما أخذ الدراجز صح. طيب غيره في ديزيز كومون دكتورة؟ الدي إم ممتاز يا حسين. أنكنترول ديابيتس، أنكنترول ديابيتس. مش الديابيتس أنكنترول بيجيني الجلوكوز طاير عالي، لما الجلوكوز تحول لترايجليسرايد فبلاقي ترايجليسرايد عالي مش لانه عنده ديسليبيديميا، لانه عنده انكنترول دايابيتس. يعني لما بتطلع عندي قراءه مش دغري بحكي ديسليبيديميا بقدر ما اني بدي احلل. بس انتم في الامتحان خلص اذا جاكم ابنورماليتي احكوا انه ابنورماليتي، تمام؟ بس انا كدكتور اذا جاني ترايجليسرايد عالي بدي اتاكد انه زي ما حكت شيرين ما عنده دراجز بزيد ترايجليسرايد، انه مريضي فاستنج، انه مريضي ما عنده انكنترول دايابيتس. بسأله عمو انت عندك دايابيتس؟ والله عندي. قديش اتش بي 1 سي؟ والله 10. يا سلام، انت ان كنترول دايابيتس عشان هيك عندك ترايجلسرايد عالي. اذا اثبت انه هو كنترول، لا بتاكد انه ترايجلسرايد عالي لانه عنده ديسليبيديميا. نفس الشيء باقي الاشياء، يعني النون فاستنج اللي بدي بروفايل برضه بياثر على التوتال كوليسترول، بياثر على ال دي ال، بياثر على الاتش دي ال. نتاكد انه فاستنج وبس تطلع القراءه بدنا على الاقل نشيك اذا في اي من الدراجز هاي اللي ماخذها ومش ماخذها. يعني افرض مثلا لما شيكنا كان
ماخذ سايكلوسبورين، السايكلوسبورين بزيد الكوليسترول، يعني لازم اشيك على الدراجز. ما في اشي من الدراجز بتعلي الليبيدز او ما بتعليها، ماخذها او مش ماخذها. طبعا اذا من السكندري كوزز مش موجود وعملنا فاستنج ليبيد بروفايل وطلع في ابنورمالتي على اكثر من قراءه، انا بكون متاكده انه عنده ديسليبيديميا. الجدول التالي هذا ببين لي ايش النورمال رينج، يعني هذه توتال كوليسترول ال دي ال اتش دي ال تريجلسرايد، هذا ديزايربل معناه نورمال. هنا بنكتب لكم هي هاي نورمال، ديزايربل هو مطلوب نورمال يعني. اوكي، وبدنا نحفظ ديزايربل بنحفظ الهاي. ايش ايش المطلوب وايش القراءة اللي اذا طلعت معي بفترضه انه هاي. توتال كوليسترول لازم يكون اقل من 200، وبالتالي 240 يعتبر هاي. او في طريقة تانية ممكن انتو تحفظوا انه اقل من 200 هو النورمال، فهو اي اشي اكتر من 200 عالي يصير. خلاص خلينا نثبت هيك، تحفظوا النورمال وبالتالي القراءة الاعلى من النورمال افترضوا عالي. اذا توتال كوليسترول اذا سألت شو النورمال رينج، نقول اقل من 200 ميلي جرام بير ديسليتر. هاي برضو الوحدة هي ثابتة للكل. اه يا جماعة ملي جرام بير ديسيليتر، طيب نيجي للال دي ال اقل من 100. اعلى من 100 يعتبر عالي الا اذا كان واحد هيلثي، فممكن لل 130 نقبله. يعني انتوا لو قاعدين مثلا لو رحتوا فحصوا ليبيد بروفايل 130 يعتبر نورمال عندكم. الال دي ال يعني فيه تفصيل لقدام حنشرحه بالتفصيل الممل، انسوا هذا الالديال، بس يعني الاوبتيمم اقل من 100، بس في تفصيلات كثير هذا الالديال لانه هو الجول تبعنا. لما بنعطي ستاتين ثيرابي يعني بنعطي انتي هايبرتنشن، شو الجول؟ اني انزل بلد بريشر تحت جول معين، صح؟ هون نفس الشيء بالديسليبيديميا، الجول تبعي هو الالديال، لازم يكون رقم معين، حنشرحه بالتفصيل مش مشكله، اخذتوه انتوا في اللاب. نيجي للاتش دي ال، الاتش دي ال حكينا انه لازم يكون عالي، فأقل من 40 يعتبر واطي، أكثر من 40 هو يفضل إنه يضل أكثر من 40. وهو هذا برضه فيه تفصيلات للميل إشي وللفيميل إشي، بس أنتوا احفظوا للتنين إنه أقل من 40 يعني عندي مشكلة فيه، أقل من 40. ترايجليسرايد لازم تكون أقل من 150، فوق ال 150 عالية. مرة ثانية إذا ملخص، شو بدنا نحفظ من هذا الجدول؟ توتال كوليسترول اقل من 200 هو الطبيعي، فوق ال 200 عالي. ترايجليسرايد اقل من 150 طبيعي، فوق ال 150 عالي. ال دي ال خليه لقدام التفصيل تبعه، لقدام ما تحفظوه من هون، بس 100% فوق ال 130 انت عندك عالي. قديش بده ينزل في تفصيلات اخرى، بس فوق ال 130 سواء كان عندك ديزيز او ما عندك ديزيز انت تعتبر عالي فوق ال 130. HDL الأساس يكون عالي وليس واطي، وبالتالي إذا كان أقل من 40 بيكون عندي مشكلة، كل ما عالي أفضل، فوق 60 يعني أفضل وأفضل. تمام، مفهوم هذا الجدول؟ حدا عنده أي سؤال على هذا الجدول يحكي لي. طيب فكونه ديزيد، هذا الديزيز اسمتوماتيك، هذا الديسليبيديميا، نفس المبدأ اللي حكيناه بالهايبرتنشن، كيف نلقط الناس بالهايبرتنشن؟ بنأكد على نقطة سكرينينج، ضلك افحص ضغطك. هون نفس الشيء، شو بتحكي الجايد لاين؟ All adults اللي عمرهم 20 سنة فما فوق، يعني انتوا كلكم اللي قاعدين انتوا فوق ال 20 سنة، لازم يعمل سكرينينج، يعمل يقيس ليبيد بروفايل، فاستنج ليبيد بروفايل. كل واحد فوق ال 20 بيقيس فاستنج ليبيد بروفايل. إذا طلع نورمال عنده خلص بيعمل فحص ثاني بعد 5 سنين، يعني على 25 بفحص مرة ثانية، على 30 بفحص مرة ثالثة، على 35 ما دام نورمال. اوكي، هلا اذا اب نورمال لا بده يروح يشوف دكتور. اذا مرة ثانية، ما دام الديسليبيديميا اسمتوماتيك ديزيز، فالاساس نعمل سكريننج. شو مبدا السكريننج؟ انا كل واحد فوق ال 20
يعني اليوم عيد ميلادي 20 مفروض اروح اعمل فاستنج ليبيد بروفايل، لقيت نورمال خلاص موعد الجاي على 25، يعني تعمل جاب 5 سنين اذا كل مره عم بيطلع معك نورمال ليبيد بروفايل. هلا اذا طلع معك اب نورمال بتكون لقط حالك من البدايه، لازم تراجع دكتور اذا في عندك اب نورمال ليبيد بروفايل، وخصوصا ان انت رايح فاستنج ورايح مش ماكل وما عندك ديزيزز وما عندك مش ماخذ دواء، فبدنا نعرف ليش انت عندك ابنورمالتي بالليبيد بروفايل. وانس الفاستنج ليبيد بروفايل ابنورمالتي كونفيرمد، بدي اشك بصير افتش على اشياء تانية. هل في عندي سكندري كوزز؟ يعني انا مثلا واحدة عمري 20 سنة روحت قست ليبيد بروفايل عندي حسب الجايد لاين ما بتحكي، لقيت في عندي ابنورماليتي، ببلش الدكتور يسالني يعمل سكريننج على هاي السكندري كوزز، هاي اللي حكينا عنهم، يشيك ماخذ من الادويه اللي بتعلي الليبيد بروفايل ولا مش ماخذ، عندك من الديزيزز، هل انت ديابتك، هل انت بريجننت، هل انت اوبيز، هل انت شايفين، نسال كل هالاسئله. افرض انا مثلا اوبيز بقول لي احتمال ما الليبيد بروفايل عالي عندك من الاوبيسيتي، حاول خففي وزنك، بسألني عن اللايف ستايل، الاكل تبعي ساتشوريتد فات ولا لا، هاي كربوهيدريت دايت ولا لا، تمام. بشيك برضه بشيك على ايدي على رجلي، هل في الزانثوما اللي حكينا عنهم ولا ما في، ان هدول مينلي اللي سبيسيفيك الزانثوما. هل ابدومينال بين او البنكرياتايتس برضه سبيسيفيك، دول بالاحمر ابدومينال بين، رينال فيلير، بريفرال، يعني هدول كلياتهم كومبليكيشنز اللي هي مين؟ كارديوفاسكولار ديزيزز اللي هي اللي شرحناها، هاي ام اي وانستابل انجينا وستابل انجينا. بريفرال فاسكولار ديزيز مش كتير ريليتد، قلنا الفيز مش كتير، احنا الارتريز اكتر. الرينال مش حكينا هون، الرينال فيلير ممكن يكون من الكوزز، هاي قرأكم اياها، هاي كرونيك رينال فيلير ممكن تكون من الكوزز، فلازم اشيك انه الرينال فانكشن عندك ممتاز. ليش لازم اشيك على الليفر كمان؟ شو رايكم؟ ليش لازم اشيك على الليفر ديزيز موجود او لا؟ دكتور لان الليفر هو اللي يحول الجلوكوز للترايجلسرايد. بالضبط، يعني هو اصلا الاندوجينس باثوي انا ما شرحته، بس يعني انتم شرحت لكم بالكلينيكال بايوكيم، احنا قلنا بالبدايه الكوليسترول كيف بتصنع من الجسم، يا جاي من الاكل يا اندوجينس باثوي، الاندوجينس هذا من الليفر، فممكن يكون عندك ليفر ديزيز هو عم بيعمل لك مثلا هاي فورميشن اوف كوليسترول، تمام. فلازم اشيك انا انه الليفر فانكشن عندك تمام او مش تمام، عندك مشكله فيه او لا. بشيك هل عن اجمال الكارديوفاسكولار ريسك فاكتورز، عندك فاميلي هيستوري ما عندك فاميلي هيستوري، فيزيكال اكزامينيشن بيعمل الدكتور للبلد بريشر، لا ممكن يعمل لك كاف اللي هي قسطره يشيك ما يشيك، هاي كلها تعتبر جنرال تشيك اب، مش ضروري تنعمل كلها، بس احنا عم نكتب كليات الموجودين. بشيك اذا عنده دايابيتس ما عنده دايابيتس، تمام. اذا عنده فاميلي هيستوري خصوصا للبريماتشور، يعني هل مثلا ابوه انجلط عمر صغير ولا ما انجلط، امه صار عندها ستيبل انجينا عمر صغير ولا لا، ابوه صار عنده ديسليبيديميا عمر صغير او ما عنده، هذا كله بسال عنه. هاي بالايش اذا تاكدنا انه عندنا فاستنج ليبيدو بروفايل ام نورمالتي، تمام. ثاني نقطه بدي احكي عنها اللي هي في شيء اسمه ASCVD. AS جاي من اثيروسكليروسز، AS هي اثيروسكليروسز، CVD cardiovascular diseases. ايش هاي اثيروسكليروتيك cardiovascular diseases؟ شو هم الكلينيكال اثيروسكليروتيك cardiovascular diseases؟ انتم مش اخذين لاب؟ نشرح عندكم هذا الترم، هذا المختصر نشرح عندكم شو هذا الـ ASCVD اذا مر عليكم. طيب ايش اجت عندكم باللاب الكيس المرض اللي كلينيكال ASCVD؟ ايش الديزيز اللي اجى معكم باللاب؟
مريض ايش كان عنده غير الدسليبيديميا؟ يا جماعة فاخدين اللاب انتو؟ ليش ساكتين انتو اليوم؟ اروى الحمد لله ماخذ اللاب. اي دكتورة؟ ايش ما عنده الديزيزز؟ دكتورة ما بتذكر التجربة لانها اول تجربة اخذناها اونلاين فما كتير يعني. طيب مين متذكر قصة اللاب؟ ايش عنده المريض كان ديزيزز؟ دكتور كان عنده ام ايش عنده؟ ايش عنده ام اي؟ كان عنده من الفاميليا هيستوري انه كان عنده ابوه عنده ام اي، كان عنده هايبرتنشن، كان عنده دايابيتس. ما عنده هو نفسه ام اي؟ لا كان فاميليا هيستوري. فاميليا هيستوري. طيب خلاص ماشي فهمت. طيب كلينيكال اي اس سي في دي، لما تشوفوا انتم كلينيكال اي اس سي في دي هيو موجود بهذا السلايد، شو هم الديزيزز؟ ما هو دي يعني ديزيز، شو هم الديزيزز اللي يعتبروا اثيروسكليروتيك ديزيزز؟ طيب انتم لحالكم هيك بالمنطق، ايش الديزيز اللي انا شرحتها اللي اساسها كان اثيروسكليروسيس؟ هيك معنى الجمله، شو الديزيزز اللي لو رجعت للباثوفيسيولوجي تبعها اساسها اثيروسكليروسيس؟ هدول يا جماعة اللي أنا شرحتهم هذا الشكل. إيش هون؟ أنا هون حكيت two disease three diseases. هون إيش قلنا؟ هون مش قلنا البي بوصل للستيبل أنجينا هذا disease. هون إف بوصل لأنستيبل أنجينا أو إم آي هذا disease. فلما نقول atherosclerotic disease cardiovascular disease معناه شو cardiovascular diseases اللي كان سببه atherosclerosis؟ فبنقول stable angina مثال، unstable angina مثال، MI مثال. طب لو هذا التسكير كان في البرين ايش كان راح يصير عند المريض لو كان في البرين؟ stroke. فstroke من الديزيز شايفين ايهم؟ MI unstable angina stable angina هاي هالستروك. TIA نوع من أنواع الستروك. هايهم الديزيز. Unstable angina, MI, stable angina, stroke. برضو من الديزيز ما سمعتوش حدا مثلا مركب شبكات؟ أي حدا مركب شبكة يعتبر من الكلينيكال ASCVD. وهي إيش هي الشبكة باي ذا واي؟ بيكون عنده MI، بنكون إمنا هاي الثرومبس أو الكلوت وبنركب شبكة عشان نضل البلد فيزل فاتح لقدام. اوكي الستروك هي من الكومون اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، بس التسكير مش على الارتيريز تبعت الهارت، التسكير بالارتيريز تبعت البرين. تمام، ممكن بريفرال ديزيز يكون تسكير بالبريفري يعني بالايدين بالرجلين. انا احفظوا لي التالي اذا بدي احكيهم هدول. هاي هم كلينيكال، بس مهم كلمة كلينيكال. كلينيكال يعني ديزيز رسمي. كلينيكال اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. نحفظ MI unstable angina stable angina stroke وإذا مركب stent. stent يعني شبكة. هدول بدنا نحفظه، هدول نفسهم مذكورين هون، بس احفظوا لي هدول 1 2 3 4 5. تمام، يعني لما نقول لك مريضك عنده كلينيكال اي اس في دي بدك تدور على هدول الديزيزز بالكيس، ما شفتهم هو ما عنده كلينيكال اي اس في دي. اوكي، وبالتالي اذا دكتور لو كان عنده كلينيكال اي اس في دي تفضل. لو كان عنده هيستوري يعني واحد من ابوه لا 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 هيستوري مش هو كلينيكال، هو ما هو مش انا حكوا لك كلينيكال مش هيست فاميلي هيستوري. فاميلي هيستوري ريسك، هذا كلينيكال هو نفسه. يعني انتوا فاهمين ايش بدي اوصل له؟ ما دام واحد جاي عنده ام اي، ما هو اصلا من وين جايته الام اي؟ لانه عنده اثيروسكليروسيس. من وين جاي الاثيروسكليروسيس؟ لانه عنده ديسليبيديميا. يعني هو عم بياكد لك هون الجمله انه شو الديزيزز
اللي أساسها أثيروسكليروسيز، والأثيروسكليروسيز اللي هو اللي بذكر جاي من ديسلبيديميا، يعني بمعنى آخر إنه ديسلبيديميا بيعمل لي الديزيزز التالية، بيعمل لي الأمراض التالية ديسلبيديميا. ومعنى برضو هذا، ما هو هذا أول سلايد بعد قبل التريتمنت، معنى كمان إنه أي واحد عنده الديزيزز التالية لازم يتعالج للديسلبيديميا. ليش إحنا بدنا ندور هاي الأمراض؟ لأنه هاي الأمراض أساسها أثيروسكليروسيس، والأثيروسكليروسيس جاي من ديسلبيديميا. فإذا واحد عنده، أي واحد عنده واحد من هاي الأمراض لازم نعطيه ستاتين. عشان هيك هذا هو كان أول سلايد بالتريتمنت. أنت بدكم ممكن التريتمنت أنا أقولها هون. أول سلايد بالتريتمنت إني أعرف أنا مريضي عنده هاي الأمراض ولا ما عنده. إذا عنده واحد من هاي الأمراض معناها انه عنده ايش؟ اثيروسكليروسيس كاين، والاثيروسكليروسيس سببها ديسلبيديميا. عشان هيك لازم اميز هدول الامراض. كلينيكال اي اس سي في دي، يعني الجايد لاين اعطتها اختصار اي اس سي في دي لاثيروسكليروسيس او اثيروسكليروتيك كاردو فاسكولار ديزيزز. اوكي، هاي موجودين هون. خلينا نبلش بأول خطوة بالتريتمنت. شو النون فارماكولوجيكال ثيرابي؟ هذول خمس أمراض والدي أم كمان معهم صح؟ لا، الدي أم مش أثيروسكليروتيك ديزيز، هو نفس الريسك. يعني أنا قصدي إنه نشيك على هذول خمس أمراض والدي أم كمان الأثيروسكليروتيك. يعني التشيك راح أحكيكم هون بالستيب وايز، شايفين هون بس دقيقة هون عايش بدنا نشيك بستيب باي ستيب. بس انا بهذا السلايد بدي احكي لكم شو يعني اس سي في دي. اذا مخربتكم هاي الدي ام بقيمها خلص. شو هي كلينيكال؟ يعني انا بدي بهذا السلايد احكي لكم شو يعني كلينيكال اي اس سي في دي. هلا التشيك على الدي ام لقدام بدي احكي امتى بشيك على الدي ام، مش مشكله. طيب هلا نيجي هون نكتب نون فارماكولوجيكال ثيرابي. نون فارماكولوجيكال ثيرابي بدي احكي لاي مريض عنده ديسلبيديميا. تتخيل يكون يا جماعه اليوم انتم مش مصحصحين بالمره، غريب. طب اذا كان اوبيز محكي له انه وبيز ويت ريدكشن الاكل، يلا شو رايكم بالاكل؟ خلينا نطلع هاي الصوره لحالا نشوف شو يعني الاكل ايش يزيد. دكتوره جبنا السمن والرز يزيد الالياف دكتوره، بده يزيد بالضبط هيلثي فود، بده يزيد الخضار، بده يزيد. يعني انت من شكل الصوره ومن الجزء الكبير تبع كل جزء ببين لك، يعني بده ياخذ كميه كبيره من الخضار، من الفواكه، من الخضار. شايفين انتو هاي الزيت والدهون ماخذ جزء بس صغير، يعني ما بقول له ممنوع. هاي لحمه ودهن على فكره، ما بقول له ممنوع بالمره يشم اللحمه ولا ياخذ زيوت ولا اي شيء، بنقول له ياخذ بس لحمه حمراء صح، لحمه حمراء يعني ياكل لحمه بس لحمه حمراء. هلا بتفصيلة اللحمه، بس انا قصدي يعني شايفين هون بده ينوع اكله، وبنفس الوقت بنلاحظ الكميه. يعني انت مثلا اذا هذا صحن، يعني افرض انه هذا صحن الاكل، أكبر كمية من الصحن بدها تكون خضار، بعدين بيجي نتفة إيش؟ خبز، وما خبز ورز، نفس الشيء نتفة بقوليات، وبعدين نتفة كتير أصغر إذا في نوع من أنواع الزيوت أو لحمة أو هذا السورس، كتير نسبته قليلة مقارنة بالخضار. وبنخلي جزء من الصحن إذا في فاكهة بعد الأكل ممكن ياخدها، تمام؟ بالنسبة للي حكى يزن اللحمة، احنا لو قسمنا مثلا اللحمة ايش مصادر اللحوم؟ في عنا اسماك، في عنا الجاج مجاج والطيور، وفي عنا اللحمة الحمراء من الجاي من خروف من عجل. فاحنا بنقول له افضل اشي بين هاي الانواع اللحوم اللي هي السمك، لانه هو السمك ما فيه ساتشوريتد فات، كل اللي فيه انساتشوريتد فات،
فيه أوميغاز كتير، فإنه يؤكد إنه بياخد سمك أكتر. طيب يعني على الأقل بالأسبوع يطلع له وجبة سمك. إذا نقارن اللحم الحمراء بالدجاج، شو رأيكم؟ مين أفضل؟ اللحم الحمراء دكتورة. لا، مين فيه لبتس أكتر، الدجاج ولا اللحمة؟ أنت انسى إنه اللحمة معناها حمراء، معناها إنه فيش فيها أبيض هذا الدهن. بس أنا لو قارنت المصدر حيواني جاي من خروف أو من دجاج، مين فيه لبتس أكتر؟ الخروف دكتور. لحمة الخروف دكتور حمراء. صح، وبالتالي بحكي له الدجاج فيه لبتس أكتر، أقل من الخروف. فيعني إذا يكتر من الأسماك بعدين، يعني إذا بدي أرتبهم ترتيب، السمك أفضل من الدجاج، والدجاج أفضل من اللحمة من الخروف، والخروف أسوأ من العجل. يعني لو بدي أرتبهم إيش يعني هون بالعربي، لو بدي أكتب هيك فعليا، السمك العربي سمك أحسن، ولنقول أقل هون، يعني هون السمك أفضل، دجاج، والدجاج أفضل من العجل. يس ممتاز، العجل، والعجل أفضل من الخروف. يعني كل ما مشيت هيك، كل ما مشيت هيك، يعني الخروف معناه فيه لبتس أكتر من العجل، والعجل أكتر من الدجاج، الدجاج أكتر من السمك. تمام. حتى جوا الدجاج فيه تفصيلات، نقول السفينة أحسن من الفخدة، لأن يعني الفخدة فيها دهون أكتر. تمام. لما نيجي كمان للحم هاي، العجل والخروف، الدهن الأبيض هذا رسمي بدون أم، لأنه أوريدي اللحم الحمراء اللي جوا العجل والخروف فيها سوليوبل فات، يعني إشي ما بنشوفه، سوليوبل دايب. أوكي، فإحنا بنقول له يعني إذا بدها اللحوم هاي، هاي كلها لحوم، فبنكتر أكتر إشي من الأسماك يوم أو يومين بالأسبوع، بضل كمان يوم يأخذ دجاج، بالشهر يأخذ له مرة أو مرتين خروف أو عجل، العجل لسه أفضل من الخروف. وإذا ولا بود خروف مثلا يأكله بالشهر مرة أو كل شهرين مرة. تمام، هيك بنفصل له، ننزل يعني بالتفصيلات لهذا الليفل. طيب اللايف ستايل اسمها تي ال سي، هاي الليبتس، كيف قلنا كنا نحكي داش دايت بالهايبرتينشن، هذا اسمه تي ال سي مسمينه، اللي هو ثيرابيوتيك لايف ستايل تشينجز، تي ال سي ثيرابيوتيك لايف ستايل تشينجز. فبنحكي بقلل الانتيك من ساتشوريتد فات، هلا شرحنا كيف بنقلل الانتيك، بيزيد الكونسمشن اوف بلانت ستانولز، يعني هاي الخضار والفواكه فيهم استيرول وستانولز، هدول نوع من انواع مش عارفه ايش هما بالضبط، ستانول ايش هما؟ الياء ستانول، لا كان قال لك فايبر، هم اللي فيهم الياء فيهم ستانول، بس مش عارفه بالضبط ايش الستانول. شوف ستانول، شو الستانول؟ طبعا النت بطيء. طيب اشوف ستانول، ايسترز، نوع من انواع الايسترز، بيعملوا ريدكشن ان ذا ليفل اوف ال دي ال، موجودين بالخضار والفواكه، ستانول ايسترز. تمام، يعني هذا الستانولز نوع من انواع الايسترز موجوده بالخضار والفواكه، بيربطوا بالال دي ال، هيو هيلب ريدكشن ان ال دي ال كوليسترول، وهذا شيء منيح لنا، عشان هيك احنا بناكد. ثاني نقطه الفايبرز، هاي اللي عم تحكي عنها يا زن، سوليوبل فايبرز، انت لما تاكل اكل فيه مثلا ليبيدز تاخد معه خضار، الفايبرز هاي بتمنع امتصاص الليبيدز كتير من الجي اي، هذا بالاكل. ويت ريدكشن برضه يعتبر نان فارماكولوجيكال ثيرابي، يخفف وزن، بس انا برضه قلت مش كل اللي عندهم ديسليبيديميا ممكن يكونوا اوبيز، في ناس ممكن يكونوا مش اوبيز وعندهم ديسليبيديميا. تمام، فيزيكال اكتيفيتي، يعمل رياضه على الاقل مودريت انتنسيتي 3 اي 5 ايام في الاسبوع، نفس الهايبرتنشن، مودريت انتنسيتي لمدة 30 دقيقة أغلب أيام الأسبوع، يعني all 5 days، هاي معنى physical activity. All patients should be counseled to stop smoking. وحكينا smoking with diabetes إيش بيأثروا يا جماعة؟ هل بيزيدوا الليبتس؟
smoking with diabetes. يا جماعة بشكل عام صح؟ السموكينج ايش بأثر على البلد فيزلز؟ ايش حكينا لما انا شرحت هون؟ تتذكروا؟ ايش قلت هون السموكينج بيعمل والليبتس ايش بيعمل بالإندوثيليال سيلز؟ الغشاء الداخلي من البلد فيزل ايش بيسوي فيهم؟ تتذكروا؟ ما عم تدرسوا ده اول باول دكتور بيشيل الإندوثيليال سيلز مش بشيل بعمل اوكسيديشن بعمل اوكسيديشن للاندوثيليال سيلز من شو من جوا بصير خشنه لما بصير على الاندوثيليال سيلز جوا خشنه ببطل البلد يتزحلق زحلقه بالبلد فيزل فبصير يترسب بيساعد انه يترسب الليبت بسرعه اعلى السموكينج والديابيتس الديابيتس اوكي بيعلي تريجليسيرايد وله افكت بس برضه له افكت ثاني هو والسموكينج انه هذا الاندوثيليال سيلز اللي جوا البلد فيزل بصير خشن بيعمل اكسيديشن هون على الاطراف الداخليه على اللايننج اندوثيليال سيلز لما بصير خشن الليبيد هو ماشي بيلزق بطريقه اسهل فبيساعد بشكل سلبي انه يصير عندنا اثيروسكلروسيس طيب هذا من النون فارماكولوجيكال ثيرابي خلى اوقف هون عند الدرجز